الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام متابعي دبي الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة في الوطن العربي أينما كنتم، أجمل وأرق وأحلى تحية من دبي الرياضية ومني أنا أحمد الجراح، حيث يسعدني أن أتواجد معكم من هنا من استاد مدينة خليفة الرياضية في مملكة البحرين الشقيقة، ولقاء منتخبي العراق واليمن في ختام مباريات الدور التمهيدي لمباريات المجموعة الثانية لبطولة خليجي 21 والمقامة في العاصمة البحرينية المنامة بعد ما حسمت المجموعة الأولى وأعلنت عن ممثليها لدور الأربعة. حكم المباراة العماني السيد عبد الله الهلالي بمعية الطاقم العماني المكون من حميد المياح كمساعد أول وسيف الغافري كمساعد ثاني، بينما الحكم الرابع من دولة قطر الشقيقة السيد بنجر الدوسري ودولة قطر ومنتخب قطر غادر البطولة بعد يعني ما فشل في الوصول لدور الأربعة. حكيم شاكر مدرب المنتخب العراقي وابتسامة الرضا على عكس هذا المدرب توم سنتفيت المدرب البلجيكي للمنتخب اليمني اللي بالتأكيد خرج أيضا من البطولة وودع البطولة ويؤدي الواجب في هذه المباراة ومن خلال المباراة الأخيرة في كأس الخليج 21. المنتخب العراقي واضح أمامنا وواضح في الوسط الحارس الدولي العراقي الكبير نور صبري مع علي بهجات مع خلدون إبراهيم مع حمادي أحمد سيف سلمان أحمد ياسين نبيل صباح سلام شاكر علاء عبد الزهرة وضرغام إسماعيل وولي سالم، بينما واضح أيضا المنتخب اليمني قبل شوي بإسعود السوداوي أو السداي في حراس المرمى محمد فؤاد أحمد صادق ناطق حزام وحيد الخياط أحمد الظاهري أكرم الورافي وخالد بلعيد كمير طارق محمد بكشان ومحمد بارويس. لحظات وينطلق لقاء العراق مع اليمن في ختام مباريات الدور التمهيدي لبطولة خليجي 21 اللي بدأت سريعة ووصلنا لختام الدور التمهيدي بشكل سريع. دائما يقولون الأيام الجميلة ما تطول، دائما يقولون الأيام الجميلة تمر سريعة، هذا ما يحدث دائما معنا نحن أبناء الخليج من خلال بطولات كأس الخليج. ضربة البداية وصافرة حكم المباراة السيد عبد الله الهلالي حكم هذا اللقاء اللي راح تعلن أيضا انطلاقة المباراة وانطلاقة الشوط الأول ما بين المنتخب العراقي والمنتخب اليمني الشقيق. نتمنى إن شاء الله نشوف مباراة حلوة ومباراة جميلة ما بين المنتخبين تعكس أيضا يعني تطور الكرة العراقية وتقدم الكرة العراقية وتصدر المنتخب العراقي لمجموعته المجموعة الثانية وأيضا رغبة الجماهير اليمنية في وداع يكون سعيد من خلال تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء. حكم المباراة وصافرة البداية وخمسة وأربعين دقيقة أولى نتمنى بأن تكون جميلة وحلوة مثل ما كانت الأيام الماضية جميلة في بطولة كأس الخليج هنا في مملكة البحرين الشقيقة. بدأت المباراة وانطلقت بلعبة أيضا يمنية ولكن بعد ذلك الكرة تتحول مع المنتخب العراقي اللي سرعان ما استحوذ على الكرة بعد ما كانت لعبة البداية لصالح المنتخب اليمني الشقيق. ملعوبة الكرة في غيابات كثيرة أيضا في صفوف المنتخب العراقي، يغيب عنا أكثر من لاعب، يغيب لاعبين كثار عن المنتخب العراقي، في مقدمة الغائبين عن المنتخب العراقي هداف وسفاح الكرة العراقية يونس محمود الغائب لحصول على بطاقتين صفراوتين، بينما أيضا يتواجد في دكة البدلاء علي الحيمة وأحمد إبراهيم وعلي عدنان وهمام طارق اللي بالفعل الأسماء اللي كانت مؤثرة في المباراتين الماضيتين مع السعودية ومع المنتخب الكويتي. ضربة مرمى تتحول الآن لمصلحة المنتخب اليمني. سعود السوداي لاعب فريق وحدة عدن اليمني على تنفيذ ضربة المرمى. عموما أيضا في المنتخب اليمني حدثت بعض التغييرات، تلاحظ بأن اللاعب رقم 12 أحمد الظاهري في أول مشاركة له في هذه المباراة أو في هذه البطولة، أيضا محمد بارويس أول مشاركة، هناك أيضا وحيد الخياط اللاعب اللي يرتدي رقم 8 يلعب بعد ما لعب 10 دقائق فقط في المباريات الماضية. ملعوب الكرة أمامية عراقية، ماذا يفعل العراق في ظل يعني تواجد علي عدنان وعلي رحيمة وأحمد إبراهيم وهمام طارق في دكة البدراء وفي ظل غياب هدافه الأبرز
اللاعب الدولي الكبير يونس محمود. أعتقد أن الكرة العراقية الأسماء العراقية الحاضرة مع المدرب حكيم شاكر بالتأكيد قادرة على سد أي فراغ موجود، خاصة وأن المنتخب العراقي يلعب بأريحية كاملة بعد ما ضمن الصعود لدور الأربعة. عالي أمامية ملعوبة، تتخلص الكرة تبعد تصل من جديد إلى اللاعب رقم 9 أحمد ياسين، تتحول إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس لمصلحة المنتخب العراقي. هذا حكيم شاكر اللي درب ناشئي العراق ودرب الشباب، وأيضا يعني قاد منتخب الشباب قبل شهرين هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة لوصافة أمم آسيا للشباب، وقاتب أيضا للوصول لكأس العالم 2013 هناك في تركيا. سبق وأن درب حكيم شاكر أندية أربيل، الشرطة، الجيش هناك في العراق، واحد من المدربين يعني المميزين مع الكرة العراقية، امتداد لأسماء جميلة، امتداد لأسماء حلوة شاركت أيضا مع المنتخب العراقي بكل تأكيد. يعني تتحدث عن أنور جسام، تحدث عن عدنان حمد، تحدث عن أكمل ساكرم سلمان، كرة خطيرة للمنتخب العراقي، ولكن بعد ذلك خطأ بيحتسبه حكم المباراة في اللقطة الماضية على اللاعب رقم 7 لاعب المنتخب العراقي حمادي أحمد صاحب هدف الفوز في مرمى المنتخب الكويتي. هذا حمادي حاول فيها، لكن أيضا يعني كان في دفع من حمادي على اللاعب رقم 4 أحمد الصادق لاعب المين العراقي اللي كانت في اللقطة الماضية. حمادي أحمد اللاعب رقم 7 هو لاعب القوة الجوية، وانتقل كان أيضا في نادي سامراء في 2010، بعد ذلك انتقل للقوة الجوية. عالية أمامية، الكرة ملعوبة، تصل بعد ذلك في وسط الملعب، تحول إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس لمصلحة المنتخب اليمني الشقيق، على تنفيذ خالد بلعيد لاعب فريق التلال اليمني. تنفذ رمية التماس في هذا التوقيت، لقاءين في ختام الدور التمهيدي. هذا اللقاء ولقاء هام وهام جدا يجمع ما بين المنتخب السعودي الشقيق مع المنتخب الكويتي الشقيق في كلاسيكو الخليج هناك على استاد البحرين الدولي، واللي راح يتحدد من خلاله المنتخب اللي سيرافق المنتخب العراقي من المجموعة الثانية لدور الأربعة، وذلك لمواجهة الأبيض الإماراتي يوم الثلاثاء القادم. يعني هذا اللقاء ما يشكل أي تأثير على المنتخب العراقي إلا يعني للتمسك بالصدارة، ولا أيضا على المنتخب اليمني، لأن العراق وصل لدور الأربعة والمنتخب اليمني كان أول المودعين لهذه البطولة، لكن المباراة فرصة لإثبات صدارة المجموعة وأيضا جمع النقاط كاملة كما فعل المنتخب الإماراتي الجميل يوم أمس عندما فاز على المنتخب العماني الشقيق بهدفين مقابل لا شيء، وتصدر مجموعته بتسع نقاط كاملة بالتمام والكمال مع المدرب الإماراتي الوطني مهدي علي. ملعوبة الكرة تتخلص وتبعد، يعني بالنسبة للمنتخب اليمني هذه المباراة فرصة لأن يعني حقق نتيجة إيجابية، يترك فكرة طيبة قبل العودة لليمن. وكرة خطيرة للمنتخب العراقي، بيني أمامية، ممكن هذه تنحط في المرمى. أوه، علاء عبد الزهرة حاول في اللعبة الماضية، ولكن كرة علاء بعد ذلك تتخلص وتبعد إلى خارج. شوف اللعبة الجميلة من حمادي، حمادي لعبها إلى علاء، لكن المدافع وكابتن المنتخب اليمني أحمد الصادق يبعد الكرة الماضية يخلطها إلى ركلة ركنية لمصلحة المنتخب العراقي. لعبة خطيرة كانت من علاء عبد الزهرة اللي شارك فقط في 10 دقائق في المباراة الماضية، واحد من الأسماء الجميلة، لكن الإصابة منعته أيضا من المشاركة في المباريات الماضية كلاعب أساسي لاعب فريق دهوك اللي لعب لقطر القطري ولعب للوكرة والخريطيات والخور ولعب أيضا لشباب الأردن ولعب أيضا للمريخ السوداني. نتحدث عن علاء عبد الزهرة اللاعب العراقي اللي تألق في قيادة منتخب العراق الأولمبي قبل سنوات للأولمبياد، واحد من الأسماء الجميلة في صفوف المنتخب العراقي، لكن يعني تتحدث أيضا عن أسماء غايبة، عن علي رحيمة، عن يونس، عن علي عدنان. عرضية ملعوبة ولكن في يد حارس المرمى سعود السوداي حارس مرمى المنتخب اليمني في اللقطة الماضية. هذا سعود حارس مرمى المنتخب اليمني، خلص الكرة الماضية بعد لعبة عرضية كانت عراقية، والمنتخب اليمني يعني ما يتمنى يخسر، ما يتمنى نتيجة سلبية في هذه المباراة، يطمح في التعادل، يطمح بفوز أول له في بطولات الخليج. هذا المدرب البلجيكي توم سنتيفيت، ثم سنتيفيت مدرب المنتخب اليمني اللي حقيقة يعني لاقى بعض الانتقادات من بعض الجماهير اليمنية وبعض النقاد اليمنيين، لكن أيضا كان له تصريح وقال على من ينتقدني إن يدخل الكمبيوتر
ويدخل إلى النت ويبحث أيضا في محرك البحث جوجل أو في الويكيبيديا الويكيبيديا ويشوف نتائج المنتخب العراقي في البطولات الماضية, إذا المنتخب اليمني عفوا في البطولات الماضية, إذا كان المنتخب اليمني حقق انتصارات وأنا ما حققتها, فعلى يعني بعد ذلك على هذا اللي ينتقد أن يقدم أوراق الاعتماد أيضا كمدرب للمنتخب اليمني. طبعا هو قالها من باب يعني الزعل, باب الزعل بعد الانتقاد اللي لاقاه من قبل بعض الجماهير اليمنية, ولكن أيضا يعني من حق كل جمهور, من حق الإعلام, من حق النقاد أنهم يتكلمون يتحدثون ينتقدون, لكن الانتقاد يكون انتقاد بناء لمصلحة الفريق ولمصلحة المنتخب ولمصلحة الوطن على أيضا يعني المدربين وعلى بعض اللاعبين, انتقاء العبارات اللائقة حقيقة في الرد على مثل هذه التصريحات ومثل هذه الانتقادات, أو عليهم أيضا إذا ما كان بإمكانهم الرد الجيد الهدوء والصمت, لأن الصمت يكون أحيانا أبلغ رد على بعض المشككين وبعض المنتقدين. ملعوب الكرة الآن في وسط الملعب تتحول مع المنتخب العراقي, علي بهجت اللاعب اللي يعني يلعب للمرة الأولى كلاعب بديل, علي بهجت لاعب المنتخب العراقي لاعب نادي دهوك, طويلة أمامية مع المنتخب اليمني, محاولة أيضا إلى أكرم الورافي, يحاول فيها أكرم وخطأ بيتحصل عليه اللاعب أكرم في اللقطة الماضية لمصلحة المنتخب اليمني. هذا عبد الله الهلالي الحكم الدولي العماني صاحب 42 سنة اللي يعني هو دولي من 2002 واختير ضمن القائمة الأولية اللي تضم 54 حكم لإدارة مباريات مونديال 2010 المنصرم, لكن بعد ذلك تم استبعاده, هو حكم أيضا في أولمبياد بكين, وعن أفضل مباريات اللي قادها يقول مباراة العراق وسوريا في تصفيات كأس آسيا 2006 هي واحدة من أفضل مبارياته وفق ما يقول عبد الله الهلالي. نتمنى أن تكون هذه المباراة واحدة من أفضل المباريات أيضا لعبد الله الهلالي. خطأ قادم الآن, ملعوبة الكرة عالية أمامية ولكن في يد من؟ يد نور صبري حارس المنتخب العراقي الدولي نور صبري, واحد من الحراس الرائعين اللي لعب للطلبة ودهوك والقوة الجوية وحاليا أيضا مع النفط وسبق وأن احترف في الإسماعيلي المصري ومسكر مان الإيراني, وكان أيضا من أفضل حراس آسيا في 2007 وواحد من الحراس الرائعين الآن في الدوري العراقي. ملعوب الكرة يعود للتألق, يعود التوهج, نور صبري يحافظ على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي حتى الآن, وكرة ملعوبة الآن محاولة للمرور عرضية ملعوبة تخلص تبعد من دفاعات المنتخب اليمني. استلام جميل من سيف سلمان, سيف خلفية من سيف, محاولة الآن المرور مع المنتخب اليمني, انطلاقة بعد ذلك في أقصى اليمين عن طريق اللاعب رقم 20 أو 21 محمد بارويس لاعب فريق وحدة عدن, ولكن الكرة أقرب لنور صبري حارس المنتخب العراقي الدولي. تتحدث عن نور صبري تتكلم عن كأس آسيا 2007, الكلام نفسه ينطبق على يونس محمود, على علي رحيمة, على هوار ملا محمد, على كرار جاسم, على الأسماء الجميلة اللي يعني تألقت في 2007 وأحرزت لقب كأس آسيا للمنتخب العراقي. انطلاقة الآن خطيرة هذه المنتخب العراقي عرضية لكن إلى خارج الملعب وإلى ركلة ركنية كانت عن طريق أحمد ياسين اللاعب اللي واضح أمامنا لاعب فريق أوريرو السويدي, محترف في السويد لاعب فريق أوريرو السويدي عمره 22 سنة فقط, هو اللي لعب الكرة الماضية ولكن أيضا تخلصت من أمامه إلى خارج الملعب وإلى ركلة ركنية. 10 دقائق مرت مشاهدينا الكرام متابعي دبي الرياضية في كل مكان, النتيجة سلبية حتى الآن 0-0 ما بين الأخضر وما بين الأحمر, ما بين العراق وما بين اليمن, والركنية الثالثة للمنتخب العراقي في غضون 10 دقائق. هذا محمد فؤاد لاعب فريق شعب إب ودافع وقلب دفاع المنتخب اليمني, هو اللي كان في اللقطة الماضية, وركلة ركنية قادمة ملعوبة عالية داخل منطقة الجزاء تتخلص من حارس المرمى الحارس سعود السوداي حارس مرمى المنتخب اليمني محمد بارويس, طويلة أمامية من بارويس, تدخل دفاعي عراقي لكن أيضا الكرة تطول على اللاعب رقم 12 أحمد الظاهري اللي يلعب مباراة الأولى وإلى خارج ملعب. أحمد الظاهري لاعب فريق العروبة اليمني حاول في اللقطة الماضية أبعدت من أمامه أو تخلصت إلى خارج الملعب, الجماهير العراقية الحاضرة للمساندة والتشجيع والمؤازرة هنا في العاصمة البحرينية المنامة اللي تفتح قلوبها وتفتح أبوابها وتفتح أيضا صدورها للمنتخبات الخليجية ولشعب الخليج كافة في استضافة رائعة, استضافة جميلة من أهل الكرم والجود أهل البحرين الكرام. حقيقة
استقبالات راقية، تنظيم رائع، شعب طيب هنا في العاصمة البحرينية المنامة وفي مملكة البحرين الشقيقة. ما هو غريب على الإخوان في البحرين، وما هو غريب أيضا على شعب البحرين الطيب اللي 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 هو شعب مضياف بكل تأكيد. هذا وهذه بعض الجماهير اليمنية الحاضر أيضا للتشجيع اللي أبت أن تتخلى عن منتخب وطنها ومنتخب بلدها في المباراة الأخيرة، على الرغم حقيقة من يعني فقدان الأمل في الصعود لدور الأربعة وخلاص الخروج والوداع بعد هذه المباراة. ملعوب الكرة الآن أمامية تتحول لمصعد المنتخب اليمني، محاولة للمرور بعد ذلك أيضا في وسط الملعب منتخب العراق على صدارة المجموعة الثانية بكل جدارة بفوزين على السعودي 2-0 على المنتخب الكويتي 1-0، ويسعى أيضا للسير على خطى المنتخب الأبيض الإماراتي من خلال جمع العلامة الكاملة في الدور التمهيدي. هذه المباراة يعني بالنسبة للمنتخب العراقي أيضا فرصة للإعداد لمباراة الدور نصف النهائي ولتأكيد الصعود، هي أيضا فرصة من قبل المدرب حكيم شاكر لتجربة عدد من اللاعبين وإراحة أيضا بعض اللاعبين نظرا للإجهاد اللي طال اللاعبين اللي يلعبون يعني مباراتين في 4 أيام. العراق عين على البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، كان آخر لقب أحرزه في 1988 قبل أن ينسحب في 1990 ويغيب بعد ذلك في 7 أو 6 مشاركات حتى العودة في خليجي 17، يشارك في 4 دورات متتالية دون معانقة الكأس من جديد. ما يعني اللي يميز المنتخب الحالي مع حكيم شاكر الخلطة اللي عملها المدرب ما بين العناصر الخبرة نور صبري ويونس وعلي حسين الرحيمة، وأيضا ما بين عناصر منتخب الشباب اللي صعدت مع حكيم شاكر إلى كأس العالم للشباب 2013 هناك في تركيا قبل أشهر هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحرزت لقب وصيف بطل كأس آسيا. العراقي ما في مرمى أي هدف حتى الآن، شباكة نظيفة يسعى للسير على خطى المنتخب السعودي في أو الكويتي في 74، السعودية وعمان في خليجي 19، لذلك يحاول الحفاظ على نظافة شباكة المنتخب العراقي، ويحاول أيضا إهداء لقب أفضل حارس مرمى للحارس الكبير نور صبري. لكن أيضا هناك حراس متميزين في بطولة كأس الخليج، نتحدث عن علي بصيف حارس مرمى المنتخب الإماراتي اللي شارك في مباراتين، وبعد ذلك أيضا خالد عيسى اللي لعب مباراة أمس كرة ملعوبة بينية أمامية سريعة المنتخب العراقي، خطأ بيحتسب حاكم المباراة الآن لمصلحة المنتخب العراقي على اللاعب اللي واضح أمامنا محمد فؤاد. خطأ على المنتخب اليمني لمصلحة المنتخب العراقي في مكان خطير ومكان مؤثر بكل تأكيد، ومكان بإمكان المنتخب العراقي بأنه يسجل أول أهدافه في هذه المباراة. هذا لاعب المنتخب العراقي اللي سقط في اللقطة الماضية على عبد الزهرة، صاحب مجهود جميل حقيقة على، لكن أيضا يعني عودته من الإصابة وتخوفه أيضا يمكن يعطي نوع من الحذر في هذه المباراة، على اعتبار أنه يكمل بقية المشوار يحتاج المنتخب العراقي بشكل أكبر هناك في دور الأربعة. خطأ قادم موجود خزون إبراهيم وموجود أكثر من لاعب، أعتقد أنه أيضا ضرغام إسماعيل موجود، وخطأ قادم لمصلحة المنتخب العراقي في مكان خطير، خطأ لمصلحة المنتخب العراقي في مكان خطير، تنفذ الكرة الآن ضرغام يحطها جول. يا راقي يا راقي يا عراقي، ضرغام يشعل مدرجات استاد مدينة خليفة الرياضية بهدف أول يسجل للمنتخب العراقي في الدقيقة 16 من عمر المباراة. 1 المنتخب العراقي، ضرغام الأسد يسجل الهدف الأول للمنتخب العراقي. حطها 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 بعيدة 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 في الزاوية البعيدة، سوء تمركز من الحيطة وسوء توجيه من حارس المرمى، وبعد ذلك هدف رائع لمصلحة المنتخب العراقي يسجله اللاعب رقم 20 ضرغام إسماعيل لاعب فريق الشرطة العراقي. حكيم شاكر حكيم العراق يسعد بالهدف الأول اللي يسجله ضرغام إسماعيل في الدقيقة 16 من عمر المباراة.
واحد للمنتخب العراقي عن طريق ضرغام اسماعيل، واحد عن طريق ضرغام اسماعيل في الدقيقة 16. ملعوبة الكرة الآن، العراقي في طريقة للصدارة بجدارة باقتدار على خطى الأبيض الإماراتي. هذا المدرب توم سانتيفيت المدرب البلجيكي للمنتخب اليمني، بالتأكيد يعني يتعرض مرمى منتخبه لهدف أول، وهو اللي كان يمني الناس بالخروج بنتيجة إيجابية، لكن يعني حتى الآن هناك متسع من الوقت أمام المنتخب اليمني لتحقيق نتيجة إيجابية حتى ولو كانت التعادل فيما تبقى من وقت من عمر المباراة. المواجهة الأولى في تاريخ لقاءات الفريقين على مستوى بطولات كأس الخليج، يعني هما شاركوا في 17 و18 و19 و20 لكن ما التقوا في الدورات الخمس الماضية. أول لقاء يجمعهم على صعيد بطولات الخليج، لكن يعني جمعتهم لقاءات أخرى مختلفة على صعيد آخر راح نتحدث عنها بالتأكيد بعد قليل. منتخب اليمن ودع البطولة بعد خسارتين من الكويت والسعودية بنتيجة 1-2-0، لكن يعني للأمانة في المباراتين الماضيتين المنتخب اليمني قدم مستويات جيدة، كان خصم عنيد لكن في النهاية يلعب مع منتخبات لها خبرتها لها صولاتها لها جولاتها خطيرة. المنتخب العراقي بينية ملعوبة، تسديدة، نقلات، يا سلام يا سلام يا سلام على الموسيقى العراقية اللي تعزف في هذه اللعبات، لعبات نقلات، شوف التفويت، شوف الونتو الحلو ما بين لاعبي المنتخب العراقي، وبعد ذلك الكرة من نبيل صباح، لكن كرة نبيل إلى خارج ملعب وإلى ضربة مرمى لمصلحة المنتخب اليمني. كرة طويلة الطول تتحول إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس الآن لمصلحة المنتخب اليمني اللي يحاول خلاص، هو ما عنده شيء يخسره، هو مدع البطولة، هو مغادر مروح، لكن وده يحقق شيء على الأقل على الأقل يسجل هدف، لأنه ما مسجل أي هدف حتى الآن في البطولة عكس البطولات يعني الماضية كان يسجل كان يحرز أهداف كان يتعادل، لكن هذه البطولة قد تكون إذا ما انتهت الأمور على ما هي عليه قد تكون هي الأسوأ للمنتخب اليمني في تاريخ مشاركاته في كأس الخليج. ملعوب الكرة الآن وسط الملعب لمصلحة المنتخب العراقي، نقلات العراق المتقدم حتى الآن بهدف مقابل لا شيء، العراق يعني تعادل خلاص يأكد الصدارة، ولكن الآن هو متقدم بهدف مقابل لا شيء عن طريق ضرغام إسماعيل في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول والمباراة. كرة طويلة وأمامية للمنتخب العراقي الآن، خطيرة هذه، ممكن عرضية ملعوبة، الله ما مشت معاك يا نبيل، ما مشت معاك يا نبيل، شوف اللعبة، شوف الانطلاقة، أحمد ياسين عرضية ولا أحلى ولا أروع، وراسية بنفس الطريقة ولا أحلى ولا أروع، ولكن العارضة اليمنية تحرم المنتخب العراقي من هدف ثاني. شوف 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 حطها، لكن هذه المرة العارضة تتدخل وتحرم المنتخب العراقي من فرصة هدف ثاني في المباراة. العراق خلاص، العراق سخن بشكل جيد وانطلق الآن نحو المرمى اليمني، لعبة عرضية في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب أحمد ياسين، رأسية نبيل صباح تصطد بالعارضة وتتحول إلى ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الأولى، ضربة مرمى لمصلحة المنتخب اليمني في اللقطة الماضية. المنتخب العراقي قدم عروض رائعة جدا حتى الآن، قدم عرضية مميزة في المباراة الأولى والثانية، ويبقى أحد أقوى المرشحين لنيل لقب هذه البطولة مع أبيضنا الإماراتي، اللي نتمنى له التوفيق إن شاء الله في المشوار القادم. نشوف الإمارات راح يقابل من، أعتقد أن الأمور يعني الآن تتجه إما للسعودية وإما للكويت في حالة يعني فوز الكويت، تعادل الكويت راح نلعب مع الكويت، لكن في حالة فوز السعودية راح نلعب مع السعودية. كرة أمامية الآن المنتخب العراقي، تهيئة بعد ذلك أمام منطقة الجزاء، تسديدة ولكن أيضا إلى خارج الملعب وإلى ركلة ركنية لمصلحة المنتخب العراقي. هذا أربعة، خلدون إبراهيم لاعب المنتخب العراقي، لاعب فريق بغداد واللي أيضا لعب في واحترف في نفط إيران، ولعب أيضا لعدد من الأندية العراقية، وخطة قادمة الآن لمصلحة المنتخب العراقي. ملعوبة الركنية الرابعة الآن،
تخلص تبعد ترتد من جديد لمصنعة المنتخب العراقي. تهيئة محاولة الآن مرور وتقدم مر من الأول مر من الثاني لعبة عرضية خلصت مع ذلك كرة مر وإلى خارج الملعب وإلى رمي التماس لمصلحة المنتخب اليمني الشقيق. هذا حكيم شاكر يشوف ويتابع ويسجل ويدون وأكيد أيضا راح تكون يعني هو بالأمس يعني بالأمس المنتخب العراقي تواجد في مباراة أو الجهاز الفني المنتخب العراقي تواجد في مباراة قطر والبحرين لمشاهدة أحد المنتخبين وبعد ذلك تم التركيز على المنتخب البحريني اللي قد يواجه المنتخب العراقي في حالة فوزه في هذه المباراة وفي حالة يعني تأكيد صدارته للمجموعة الثانية. المدرب البلجيكي للمنتخب اليمني سينت فيت حزين لوداع لهذه البطولة قال بأن منتخبه كان بإمكانه تحقيق نتائج أفضل من هذه النتائج لكن يعني هناك فوارق كبيرة خارج ملعب اللي حسمت الأمور للكويت وأيضا للسعودية لأن يعني الفوارق دعم كبير في السعودية دعم كبير في الكويت دوريات قوية هناك عكس يعني الدوري اليمني اللي لا يحظى أيضا يعني قوة ترفع من مستويات اللاعبين. اليمن ما فاز ما تعادل هدف لحد الآن لمصلحة المنتخب العراقي هدف لمصلحة المنتخب العراقي حتى الآن عن طريق اللاعب ضرغام إسماعيل يبحث عن هدف ثاني الآن يبحث عن هدف ثاني. المنتخب العراقي كان على مشارف إحراز هدف ثاني لكن العارضة اليمنية حرمت المنتخب العراقي من هدف ثاني. ملعوبة الكرة الآن أمامية بينية سريعة تتحول لمصلحة المنتخب العراقي الشقيق مع المنتخب اليمني الشقيق. يعني قبل البطولة المدرب توم سنتفيتس المدرب المنتخب اليمني المدرب البلجيكي صرح بأن راح يعني يفرح الجماهير اليمنية وقدم وعود بتحقيق نتائج إيجابية لكن حتى الآن الوعود هذه لم تتحقق على أرض الواقع لكن أمام فرصة لتحقيق أيضا يعني جزء من هذه الوعود من خلال هذه المباراة. ملعوبة الكرة الآن في أقصى اليمين عن طريق اللاعب محمد بارويس بينية أمامية من بارويس جاءت اللاعب وحيد الخيار تصل بعد ذلك لعلي بهجت سلامات للاعب المنتخب العراقي ساقط في أرضية الملعب سلامات إن شاء الله سلامات إن شاء الله للاعب عراقي اللاعب رقم 20 ضرغام إسماعيل صاحب الهدف اللي يتعرض الإصابة في كرة مشتركة غير مقصودة مع لاعب المنتخب اليمني اللاعب رقم 19 محمد بكشان. هذا ضرغام لاعب فريق الشرطة العراقي وصاحب هدف في المباراة الوحيد هذا الهدف شوف الهدف اللي أتى في الدقيقة 16 من سوء تمركز ما بين يعني إما المسؤولية على حارس المرمى أو على الحيط لكن في النهاية حارس المرمى هو اللي وجه خطأ يتحمل حارس المرمى وذكاء أيضا استفاد منه اللاعب البديل في هذه المباراة بعد ما كان لاعب احتياطي ضرغام إسماعيل. شوف علاقة الود الكبيرة ما بين لاعبي المنتخب العراقي وما بين حكيم شاكر مدرب المنتخب العراقي اللي أهم يعني ميزة في قربة دائما من اللاعبين. هذا ضرغام صاحب هدف وحيد في المباراة هو الهدف الوحيد حتى الآن في هذا اللقاء. روستانا في اللعب الآن كرة ملعوبة أمامية تصل للمنتخب العراقي اللي يبحث عن هدف ثاني انطلاق الآن مرور أحمد ياسين النشط في الجبهة اليمنى أحمد مع الكرة أحمد لعب عرضية لكن كرة سارة في أيادي حارس المرمى سعود السوداي هو اللي كان في اللقطة الماضية أما الكرة مع المنتخب اليمني اللي حتى الآن لم يشكل أي خطورة على مرمى الحارس نور صبري اللي ما شاهدنا إلا يعني في تنفيذ بعض كرات ضربات المرمى لكن ما شاهدنا في لعبات ما شاهدنا في تسديدات ما شاهدنا في هجمات يمنية تهدد المرمى العراقي حتى الآن. رمي التماس مصلحة المنتخب العراقي سلام شاكر اللي سجل هدف
في مباراة السعودية. الهدف الأول في مرمى المنتخب السعودي سجل اللاعب رقم 14 اللي الحين مع الكرة الحين عند الكرة سلام شاكر، واحد من عناصر الخبرة في صفوف المنتخب العراقي اللي يلعب في الخور القطري، أيضا كان لاعب في أربيل العراقي. أربيل واحد من الأندية القوية حاليا في العراق، بطل الدوري اللي النسخة الماضية في العراق فريق أربيل العراقي. كرة ملعوبة الآن 17 على عبد الزهرة حمادي أحمد صاحب هدف الفوز في مباراة الكويت والهدف الوحيد للمنتخب العراقي في مباراة الكويت، حمادي أحمد بعد مجهود جميل شاهدنا من خلال أيضا يونس محمود ينطلق ويخترق ويمر وبعد ذلك يمرر ويكمل الكرة اللاعب حمادي أحمد، واحد من الأسماء الجيدة أيضا لتثبت حضورها في المنتخب العراقي مع المدرب حكيم شاكر. كرة ملعوبة سلام شاكر مع الكرة سلام 13 نبيل صباح، توجيهات مستمرة من حكيم شاكر مدرب المنتخب العراقي، عالية أمامية ملعوبة أقصى اليمين الآن استلام من وليد سالم، وليد مع الكرة استلمها وليد بعد ذلك أتت إلى أحمد ياسين اللي يتركها إلى خارج ملعب وإلى رمي التماس، ملعوبة الكرة رمي التماس تنفذ على عبد الزهرة أو لاعب صاحب الهدف ضرغام حاول يمر خلصت من أمامه، سيطرة واضحة للمنتخب العراقي واستحواذ واضح على الكرة وعلى مجريات المباراة وعرضية قوية في يد حارس المرمى عن طريق اللاعب حمادي أحمد في اللقطة الماضية، ويقول كان ودي ألعبها من فوق لكن يعني ما جات مثل ما كان يتمنى حمادي. شوف اللعبة وشوف شوف شوف من حمادي، لكن كرة حمادي في أيادي حارس المرمى سعود السوداي حارس مرمى المنتخب العراقي. نقترب من الدقيقة 29 مشاهدين الكرام متابعي دبي الرياضية في كل مكان، المنتخب العراقي يتقدم على المنتخب اليمني في ختام مباريات الدور التمهيدي للمجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج 21 والمقامة في مملكة البحرين وفي عاصمة مملكة البحرين المنامة. ملعوب الكرة الآن خطأ بيحتسب حكم المباراة على عبد الزهر، اللاعب اللي واضح أمامنا على عبد الزهر لاعب دهوك العراقي، لاعب لقطر القطري للوكرة للخيطيات للخور، يعني لعب لأربعة أندية قطرية ولعب لشباب الأردن والمريخ على عبد الزهر. كرة مع المنتخب اليمن عالية أمامية طويلة خلص بعد من دفاعات المنتخب العراقي، الدفاع الأقوى في البطولة حتى الآن اللي لم يتلقى مرمى أي هدف مع حراسة المرمى المميزة لحارس المرمى العراقي الراقي نور صبري. أكيد يعني في 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 منافسة على لقب أفضل حارس اللي يعني سبق وأن حصل عليه حارس عراقي هو رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية العراقية الحالية، واحد من أشهر حراس المرمى في العراق قوية ولكن في حارس المرمى الحارس سعود السوداوي. أيضا فتاح نصيف في البطولة السابعة حصل على لقب أحسن حارس حارس مرمى منتخب عراقي، ولكن حتى الآن الأشهر على صعيد الكرة العراقية رعد حمودي، رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية العراقية أكثر حارس حصل على لقب أفضل حارس هو علي الحفص أربع مرات متتالية في 16 و17 و18 و19 بينما آخر لقب لأفضل حارس كان لنوال خالدي في البطولة الماضية، أول من حصل على لقب أفضل حارس كان أحمد عيد وثاني من حصل على لقب أفضل حارس أيضا أحمد عيد رئيس الاتحاد العراقي أو الاتحاد السعودي لكرة القدم. يعني تشوف اللعيبة اللي تألقوا اللعيبة اللي برزوا في بطولات الخليج يشغلون الآن مناصب قيادية رياضية عالية، أحمد عيد أفضل حارس في الأولى والثانية الآن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم. نتحدث عن رعد حمودي اللي حصل على لقب أفضل حارس في البطولة الخامسة هو حاليا رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، أسماء كثيرة أيضا تألقت في دورات الخليج وكانت أيضا بدايتها في الملعب وبعد ذلك في المهام الإدارية، هي جامعة دورات الخليج، جامعة لتخريج القيادات الرياضية، جامعة لتخريج المواهب الرياضية. اللي يتحدث عن إلغاء دورات الخليج والله
ايش نقول عليه؟ نقول الله يسامحك، الله يسامحك، لان يعني شعب الخليج يكون متلهف ويكون في انتظار دائم لمرور السنتين في انتظار هذه البطوله اللي جمعنا باحبابنا واصحابنا في دول الخليج. يعني ما اعتقد ان ابناء الخليج ما بينهم، دائما تلاقي الشباب بينهم تواصل، هم واهاليهم في الدول الاخرى، مسجات، برودكاستات، تعليقات، ايضا بروح دعابه طيبه ما بين الاماراتي والقطري والكويتي والسعودي والبحريني والعماني وايضا العراقي واليمني، في جو اسري راقي ورائع جدا بكل تاكيد. اتمنى ان شاء الله ان تستمر، اتمنى ان تستمر ايام وسنوات ودهر ان شاء الله. ركله ركنيه قادم منتخب العراقي، راسيه حلوه 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 حلوه، اللعبه الراسيه اللي كانت في اللقطه الماضيه احلى من حارس المرمى سعود السوداي، صد راسيه اللاعب على عبد الزار، شوف على لعبها براسه لكن في المكان اللي كان متواجد فيه سعود السوداي حارس مرمى المنتخب اليمني الشقيق. كره ملعوبه الان للمنتخب العراقي، سلام شاكر، نقلات عراقية على الهادي على الراحات، المنتخب العراقي متقدم أمام أيضا مباراة بالتأكيد هامة وحاسمة في دور الأربعة إما مع الأبيض الإماراتي أو مع المنتخب البحريني، ولكن المنتخب البحريني الآن أصبح أقرب للمنتخب العراقي. سريع الآن أحمد ياسين، العرضيات المثاليات، أحمد يتقدم يمرر بعد ذلك، خلص الكرة من أمامه تتحول مع المنتخب اليمني اللي حتى الآن لا حول له ولا قوة في هذه المباراة، ما شاهدنا منه أي شيء يدل على أن يعني ناوي على تحقيق نتيجة إيجابية حتى الآن. أتحدث عن حتى اللحظة، هذه عادة الكرة ماضية وخطأ أيضا، الكرة تمر إلى خارج الملعب ورمي التماس تحول لمصلحة المنتخب اليمني، الكرة اليمنية تتحدث عن أوضاع غير مستقرة في اليمن في العراق، لكن بالتأكيد المهارة والخبرة العراقية تتفوق. ملعوبة عرضية خطيرة على على على، لكن مرت حاول فيه على، لكن أيضا تخلصت وابعدت من دفاعات المنتخب اليمني في كرة خطيرة. بإمكان المنتخب العراقي زيادة غلة الأهداف، نسبة الأهداف في هذه المباراة. ملعوبة الكرة الآن أمامية تصل بعد ذلك لمصلحة المنتخب اليمني، أمامية مرور جميل من 21 بارويس، عرضية داخل منطقة الجزاء وخطيرة للمنتخب اليمني، سهلة في يد حارس المرمى الحارس نور صبري حارس المنتخب العراقي، لكن الكرة أيضا كان فيها صافر. شوف اللعبة، شوف العرضية من بارويس، بعد ذلك أيضا محيد الخياط استقبلها وسددها، ولكن الكرة كانت في أحضان حارس المرمى الحارس نور صبري. هل عدت من يعني الخط ولا لا؟ نشوف القرار حكم المباراة في اللقطة الماضية، هذا توم مدرب المنتخب اليمني، وهذا أيضا الجماهير اليمنية الحاضرة في مدرجات استاد مدينة خليفة الرياضية، وخطيرة الثاني العراقي، حمادي أحمد يسجل هدف ثاني للمنتخب العراقي وهدف شخصي ثاني له في بطولة كأس الخليج. هذا حمادي لاعب غير عادي، لاعب فنان، شوف اللعبة، شوف البينية، شوف الاستغلال والاختراق والانسلال ما بين المدافعين، وبعد ذلك حمادي أحمد يسجل هدف ثاني للمنتخب العراقي في الدقيقة 35 من عمر المباراة. 2 المنتخب العراقي، لا شيء المنتخب اليمني.
2 المنتخب العراقي لا شيء المنتخب اليمني عن طريق ضرغام اسماعيل في الدقيقة 16 وعن طريق حمادي أحمد في الدقيقة 35 من عمر المباراة. هذا حمادي اللي يعلن عن تألق غير عادي للاعب عراقي في بطولات الخليج امتدادا لأسماء عراقية كبيرة كحسين سعيد، أحمد راضي، فلاح حسن، عدنان درجال، رعد حمودي، أسماء أيضا بعد ذلك مثل يونس محمود، نور صبري اللي لا زالت أيضا موجودة وتؤدي مع المنتخب العراقي. 2 الأخضر العراقي الشقيق لا شيء اليمني الشقيق في مباراة يتسيدها بشكل كامل هو مطلق المنتخب العراقي. 2 العراق آخر مباريات الدور التمهيدي بالأمس لعبت مباراة الدور التمهيدي في المجموعة الأولى منتخبنا الوطني الإماراتي فاز على عمان 2-0 والبحرين على قطر وكرة سريعة الآن بنفس الطريقة لكن من زاوية شوي أكثر ضيق على اللاعب حمادي محاول المرور أحمد ياسر دخول قوي واعتقد أن بطاقة صفراء قد تستدعي اللاعب والحكم عبد الله الهلالي لكن عبد الله الهلالي يكتفي بالإنذار الشفوي شوف اللعبة شوف الدخول لا كانت تستحق بطاقة صفراء للاعب أحمد الظاهري في اللقطة كانت تستحق لكن يعني لا الهلالي ولا المساعد ابدا ايضا رايا في بطاقه صفراء عموما الخطا العراقي يحتسب ضرغام اسماعيل على تنفيذ الخطا العراقي القادم هذا ضرغام صعب الهدف الاول على عبد الزهره موجود يبحث عن هدف ايضا له في هذه البطوله حمادي والهلالي ومدافع المنتخب اليمني الآن خطا قادم ملعوب الكرة عالية داخل منطقة الجزاء أيمن ضاعت على المنتخب العراقي لكن هذه المرة من اللاعب سلام شاكر في اللقطة الماضية شوف اللعبة شوف العرضية من ضرغام إلى سلام ويا سلام على المنتخب العراقي في هذه المباراة لكن تحولت إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى لمصلحة المنتخب اليمني اللي يعني يجد نفسه في موقف لا يحسد عليه بكل تأكيد يلعب مع منتخب يلعب بأعصاب هادية المنتخب العراقي كرة الآن أمامية ممكن عرضية مرور وتقدم اللعب الآن إلى بارويس نقلات يمنية في وسط الملعب بينية أمامية يمنية تتخلص تبعد من دفاعات المنتخب العراقي محاولة الآن مرور وتقدم المنتخب اليمني يبحث عن تقليص الفارق على أقل تقدير أو خلونا نقول يبحث عن هدف شرفي له في بطولة كأس الخليج 21 يعني هو المنتخب اليمني في تاريخ مشاركاته في كأس الخليج لعب 20 مباراة إلى من قبل هذه المباراة لم يحقق الفوز في أي مباراة تعادل في 3 مباريات وخسر 17 مباراة وسجل 9 أهداف وفي مرمى 53 هدف في 5 مشاركات ماضية بينما المنتخب العراقي شارك في 9 مشاركات لعب 47 مباراة فاز في 23 وتعادل في 16 وسجل 8 أهداف أو خسر في 8 مباريات سجل 91 هدف وعليه 45 هدف حتى الآن شباكة نظيفة هداف التاريخي بكل تأكيد في تاريخ دورات الخليج هو رئيس الاتحاد العراقي السابق والنجم العراقي حسين سعيد عندما تتحدث عن ماجد عبد الله وتتحدث عن جاسم يعقوب وتتحدث أيضا عن فهد خميس ومنصور مفتاح وزهير بخي وأسماء والعنبري وأسماء جميلة لابد أن تتحدث بالتأكيد عن حسين سعيد ثاني هدافي كأس الخليج مع ماجد عبد الله وبعد جاسم يعقوب رمي التماس قادم الآن للمنتخب اليمني يحاول يمر الآن مرور وتقدم للمنتخب اليمني الآن عرضية ملعوبة داخل منطقة الجزاء تتخلص تتشتت تبعد من دفاعات المنتخب العراقي الآن في وسط الملعب محاولة المرور ارتد بعد ذلك المنتخب اليمني اللي يحاول لكن يعني سيطرة كاملة استحواذ كامل خطة محكمة وخطأ بعد ذلك بيحتسب حكم المباراة لمصلحة المنتخب اليمني للاعب كميل طارق لاعب فريق الشعلة هذا البلجيكي توم سانتيفيت مدرب المنتخب
اليمني اللي سبق وان درب الغراف القطر في 2004 وايضا درب منتخب قطر الناشئين وحصل معه على برونزيه اسيا في 2004 وصعد معه لكاس العالم ودرب في المانيا درب في هولندا درب في فنلندا ودرب ايضا في منتخب ناميبيا كره خطيره المنتخب اليمني تسديده الى خارج الملعب هي التسديده الاولى للمنتخب اليمني كانت عن طريق اللاعب احمد الصادق لاعب المينا العراقي هو محترف في الدوري العراقي احمد الصادق هو اللي كان في اللقطه الماضيه شوف اللعبه شوف الاستلام بعد ذلك التسديده لكن الى خارج الملعب اذا مدرب منتخب اليمن توم سانتيفيت درب ايضا منتخب زيمبابوي وعلى فكره اختير ضمن افضل 30 مدرب صاعد في العالم في 2008 توم سانتيفيت كره ملعوبه الان خلفيه لمصلحه المنتخب العراقي ورغم صاحب الهدف الاول ورغم اعتقد انه في اللغه هو الاسد عموما ورغم كان اسد في هذه المباراه من خلال تسجيل هدف اول بعد ذلك حمادي سجل هدف ثاني كره ملعوبه الان اماميه اقصى اليمين الى احمد ياسين المتميز في الجبهه اليمنى واليسرى يتنقل يتبادل مراكز تهديد بعد ذلك تمرير المنتخب العراقي تهيئه لكن لا كان المفترض انه يسدد انه يشوت انه يحاول ملعوبه الكره بينيه الان محاوله المرور وخطا اخر الان احتسب للمنتخب العراقي في نفس المكان اللي سجل من خلاله المنتخب العراقي الهدف الاول بطاقه صفراء اولى في المباراه للاعب احمد صادق بطاقه صفراء اولى لاحمد صادق بطاقه صفراء 46 بطاقة صفراء إلى ما قبل جولة اليوم قد تكون هي التي تحمل رقم 47 خلاص أقل من دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي من عمر الشوط الأول ضرغام موجود وعلاء عبد الزهرة موجود ونشوف من اللي راح يسدد يعني شوف في حديث وفي اتفاق ما بين اللاعبين علاء عبد الزهرة قد يكون اقرب للتسديد هذا حكيم شاكر مدرب المنتخب العراقي ضرغام وعلاء عبد الزهرة وايضا خلدون ابراهيم وسيف سلمان نشوف اللعبه القادمه نشوف الكره القادمه علاء عبد الزهرة يحطها لكن في يد حارس المرمى الحارس سعود السوداي سعود السوداي كرة ملعوبة الآن المنتخب العراقي مرتدة سريعة ممكن هذه لكن التسديدة كانت في مكان بعيد مرة أخرى تسديدة أخرى قوية تمر بجوار القائم الأيسر كانت عن طريق اللاعب سيف سلمان في اللقطة الماضية لعبة عراقية قوية كانت ولكن إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى لمصلحة المنتخب اليمني شوف تسديدة سيف سلمان مرة قوية وهي قوية وهذه اللعبة اللي كانت من كرة حرة مباشرة عن طريق اللاعب علاء عبد الزهرة لكن كانت في أيادي حارس المرمى الحارس سعود السوداي عالية أمامية من سعود تصل في وسط الملعب الآن من جديد المنتخب العراقي متقدم حتى الآن بهدفين انطلاق الآن عن طريق اللاعب رقم 16 خالد بلعيد تسبح حكم المباراة لمصلحة المنتخب العراقي ولسلام شاكر أحد عناصر الخبرة مع نور الصبري في صفوف المنتخب العراقي بنجر الدوسري الحكم الدولي القطري والحكم الرابع في هذه المباراة يشير على وجود دقيقة وبالفعل هي ما تستحق أكثر من دقيقة اللعب كان مستمر ما شاهدنا إيقافات ما شاهدنا أيضا إصابات في أرضية الملعب ما شاهدنا أيضا تضييع للوقت من أي من لاعبي الفريقين دقيقة وقت محتسب بدل ضايع يقدر حكم المباراة العماني عبد الله الهلالي خلاص الوقت الأصلي انتهى ونلعب في الدقيقة المحتسبة كوقت بدل ضايع هل نشوف حدث في الدقيقة ملعوبة بينية أمامية عراقية حمادي لكن أيضا كان في خطأ وفي راية وتسلل وضربة حرة غير مباشرة لمصلحة المنتخب اليمني يشاور عليها المساعد الأول في المباراة حميد المياحي هذا حمادي عنده هدف في مرمى الكويت وعنده هدف في هذه المباراة لكن اللي كان متسلل اعتقد ان احمد ياسين هو اللي كان في موقف تسلل بقرار من المياحي كرة الان فيها مرور الهجمة الاخيرة الكرة الاخيرة ملعوبة الكرة الان امامية لمصلحة المنتخب اليمني خلاص
الدقيقة انتهت. وإذن في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام متابعي دبي الرياضية في كل مكان، حكم الوراء السيد عبد الله الهلالي تصافرته يعلن نهاية الشوط الأول من لقاء العراق مع اليمن في نهاية أو في ختام مباراة الدور التمهيدي للمجموعة الثانية في كأس